بدون خسائر وكتكذب كتقول راه ما كنتش في الوعي ديالي راه دار لي سحور. داكشي باش مشيت مع ديك السيده هذيك وما بقيتش كنقشع ولادي ما كنقشع المراه ديالي ومشيت مع مراه اخرى راه دار لي سحور المجمر. حنا كنقولوا في المغرب فلوس اللبان داهم زعطوط، اللي دار راسو في النخاله كينقبوه الدجاج. ما دير يدك في غيران ما يعدوك عقارب وما يعدوك حنوشه. كيف يعقل ان السي سلام عنده 75 سنه ودوز 40 عام في المانيا ودخل للمغرب وتنصب عليه وضحكوا عليه، جات البلاد في ليو وضربوا الرواح، 40 عام في المانيا وبلغ من السن 75 سنه عنده تجربه في الحياه وضحكت عليه واحد السيده زنديقه، ومن فوق هذا الشيء هذا كله قال لك هو منين جا اوروبا جاب معاه المعقول، يعني هو معقول واونيت وديريكت، وقال لك المراه ديالو احسن مراه في العالم ومراه شريفه، ولكن واخا هكاك مشى كيقلب على وحده اخرى زنديقه، ما تفهم والو في هذا السيد هذا. من 18 عام وانا في المانيا، دوزت 40 عام في المانيا، ولكن تعرف الانسان ما تيجي من داخل اوروبا راه ماشي فيا النيه وفيا المعقول وهي شمت الريحه لان كاين الفلوس. ايوا بقات قالت لي خصك تجيب الموافقه ديال مراتك، مع انا عندي مراه شريفه، ماشي مراه راه شريفه بالنسبه لي انا احسن مراه كاينه في العالم. عيطت لي بالتليفون ديالها ما جاوبتهاش لان النمره اللي ما كنعرفهاش ما كنجاوبهاش، ودازت واحد المده زمنيه وهي اللي لقتني بها. 2017 في 24/7/2017 كانوا عيطوا لي في التليفون وطلبوا مني انهم عيجوا للشمال وخصني نقدم لهم يد المساعده، حيت هذيك السيده الاولى كانت كتعرفني من خلال المعامله وكذا وهذه كنتعامل معاها مزيان. وملي نهضروا معايا صيفطت لي عيطت لي بالتليفون ديال هاد السيده اللي هي المتهمه اللي عملت لنا هاد الشيء واللي كتواجد في مدينه سلا. عيطت لي بالتليفون ديالها ما جاوبتهاش لان النمره اللي ما كنعرفهاش ما كنجاوبهاش، ولكن صيفطوا لي ميساج. بعد ما صيفطوا لي ميساج قالت لي انا من طرف فلانه الفلانيه ودابا راه كنطلبوك انك باش تجاوبنا. جاوبتهم، بعد ما جاوبتهم قال لك هما باغيين يجيو للشمال خصني نقدم لهم يد المساعده وكذا وهذه ماشي مشكل. اضطريت ان الغدا التحقت بهم من مدينه سلا. بعد ما التحقت بهم من مدينه سلا مشيت عند السيده اللي كنعرفها في الدار ديالها في حي شماعه. خرجتنا عندي وعيطت للاخرى وقالت لها اجي من عندي من الدار. مشينا بعد ما مشينا من الدار مشينا عندها في كما في ما كتسكن تما. بعد ما مشينا لحي الامان انهم هي هذيك استقبلتني هي وواحد الاخت ديالها والوليدات ديالهم وكذا وهادي، تناولنا واجبات الفطور وكذا وهادي وبقينا كنجمعوا. بعد ما دازت واحد المده ديال واحد الساعه ديال المكانه والزياده صافي انطلقنا اننا اتجهنا لمدينه اصيله لانهم كانوا باغيين يخيموا مدينه اصيله. جبتهم من اصيله ودبرت لهم في الكرا تما وكراو. بعد ما كراو دخلوا الحويجات ديالهم كذا وهادي وجلست معاهم واحد المده زمنيه قصيره والتحقت انا بالدار ديالي. مشيت من المنزل ديالي لمدينه طنجه بات تما وكنت عقدت معهم انني باش نديهم يزوروا مولاي عبد السلام بن المشيش. والله غدا هي هذيك ديتهم مولاي عبد السلام، وليت عندهم وديتهم مولاي عبد السلام بن المشيش. زرنا وكذا وهذه ورجعنا. بعد ما رجعنا رجعته من اصيله وباتوا تما دوزوا واحد المده ديال ثلاثه ايام عاد رجعتهم مدينه الاصل ديالهم اللي هي مسقط الراس ديالهم مدينه سلا. سمعتم وكما شاهدتم اخوتي المغاربه ان السي ادريس قال لك هو ما كيجاوبش على المكالمات إلا ما كانش كيعرف النمرة، ولكن في نفس الوقت كيمشي للديور ديال واحد الناس ما كيعرفهمش. هذه صعيبة بزاف على أنك ما تجاوبش النمرة. نقدر نجاوب واحد النمرة مثلا واخا ما كنعرفهاش وما يوقع لي حتى شي مشكل ومريضنا ما عنده باس، واخا داك السيد يسبني كاع نسد التليفون ديالي، ولكن باش أنني ندي بلاصة ونمشي من طنجة حتى لسلا حي شماعو ونمشي من واحد الدار لدار أخرى لواحد السيدة أنا ما كنعرفهاش، هذه عادية بالنسبة لي. هو ما يجاوبش في التليفون ولكن يمشي لواحد الدار لواحد المراه ما كيعرفهاش هو اصلا. انسان اللي كيكون مجوج وعنده وليدات والمراه ديالو صبرات معاه في الحلوه والمره ودارت معاه وليدات ونعسات معاه على حصيره ودوز معاه 30 عام ومن بعد كيسمح في ولادو في المراه ديالو كيمشي مع مراه اخرى بداعي ان ديك المراه فيها شي حاجه اخرى مثلا ما كايناش في المراه ديالو فيها مواصفات اخرى، واخا هذيك المراه راه زنديقه ومشات مع 1000 واحد والمراه ديالو شريفه على ديك المراه هذيك لان المراه ديالو بوحدو والخرا زنديقه كما درت لك كدير المياه بحالك وكتخرج بمبررات خاويه كتقول بان دار لي سحر. هذاك الشيء راه كذوب،
غير كتبغي تبرر الموقف ديالك وكتبغي تخرج من ديك القضيه هذيك بدون خسائر وكتكذب كتقول راه ما كنتش في الوعي ديالي راه دار لي سحور داكشي باش مشيت مع ديك السيده هذيك وما بقيتش كنقشع ولادي ما كنقشع المراه ديالي ومشيت مع مراه اخرى راه دار لي سحور المجمر داكشي هذاك كذوب لان السحر كيدار لبنادم من بعد حتى كيمشي للقفز بحال الفار ملي كيشدو كيبغي ياكل الفرماج وكتشدو المصيده وكان ما بغيتيش يدار لك سحور اللي دار لك في الدار فاش بديتي تفطر كما قلتي انت ودارت لك بخه فتاي شدك دي بلاصه من طنجه لسلا كان السحور ما كيدارش قبل كيدار من بعد منين انت كطيح في المصيده منين كتكون عندك علاقه غراميه مع ديك الزنديقه عاد من بعد كدير لك السحور ولا كتشرب شي حاجه ولا كتوكلك شي حاجه ماشي قبل قبل كنتي في طنجه مع الوليدات ديالك والمراه ديالك اشدك تشد التران ولا ديماري الطوموبيل وتمشي حتى لسلال حي شماع وانت اللي مشيتي برجلك للسحور كتقلب على المشاكل ومن بعد خرجتي كتقول نصبات عليا دات لي الفلوس ديالي ما نصباتش عليك ما داتلكش الفلوس ديالك انت اللي عطيتيها الفلوس بخاطرك انا غادي نشرح لكم النصب اللي كيهضروا عليه بزاف الناس كيقول لك نصبات عليا وحده دات لي رزقي انا غنفسر لكم بان هاد السيده ما نصباتش عليهم شنو هو المعنى الحقيقي ديال النصب النصب شنو هو هو منين كندخل انايا الانترنيت باش نشري واحد البرودوي انا كنسكن في طنجه ودخلت الانترنيت بانت لي واحد السبرديله في مراكش عند واحد السيد في واحد السيد دخلت باش نشري منه ديك السبرديله هذيك صيفط له الفلوس وداك السيت ما كاينش على ارض الواقع كيتسمى الاحتيال والناس بلا فخود نصب عليا لي سكوكري هذاك السيد هذاك نصب عليا فعلا ولكن منين كنمشي انا برجيلاتي كنتمشى برجيلاتي والبليغه ديالي وغادي نعم سيدي للحومه وانا كنغني وكنصفر وناشط حيت تلاقيت مع الخليله ديالي العاشقه ديالي وكنجبد نعم سيدي من القشابه الفليسات الزرق وكنصيفطهم لها وانا كنهضر معاها في التليفون او ميم طون كنصيفط لها في ويسترن يونيون بار اكزومبل 60000 ريال نحيدها للولاد ديالي والمراه ديالي ونصيفطها لواحد الزنديقه اللي ما هي مراتي لا بالشرع لا بالقانون وصيفط لها الفليسات وهي كتقول لي في التليفون صيفطيهم حبيبه سينا كنبغيك كنبغيك كنحمق عليك انت هو النجم ديالي القطب القطبي انت هو بلانيت مارس ديالي انت هو يعني الكوكب اللي غنطلعوا نعيشوا فيك ما غنبقاوش حنا في الارض صيفطي الفليسات وانت يا القنطوح راه صيفطتهم لك الحبيبه راهم جايين في الاخر راه صيفطتهم لك ويسترن يونو دقيقه دابا خرجي للحومه تما في حي شماع وفسلا وتيري الفليسات ديالك حبيبه رانا حيدتهم للمراه ديالي والوليدات ديالي فلوس العيد هذوك صيفطتهم لك انت راهم حبيبه غادي يوصلوك دابا ما كيتسماش نصب هذاك القانون لا يحمي المغفلين كيتسمى ماشي النصب ما داتهم لكش الصحه حطات لك الجنوي وقالت لك حط الفلوس وجابت لك عصابه انت اللي كتصيفط لها بخاطرك يعني مشات لك 100 مليون سي سلام عنده 75 سنه قال لك مشات له 500 مليون قال لك نصبات عليه ماشي نصب هذاك الحاج راك انت اللي عطيتيها الفليسات بخاطرك والسي دريس مشات له 100 مليون ضربت الحساب ديالي 500 زائد 100 600 مليون نقدروا نعيدوا لجميع الفقراء ديال المغرب كلهم داكشي باش قلت لكم اودي فلوس اللبان داهم زعطوط حاجه وحده اللي تقدر تحاسب عليها هاد السيده وتعاقب عليها وخصها تعاقب عليها وهو التزوير قامت بتزوير العقود عقود الزواج هادشي هذا اللي يقدر يدخلها للحبس اما القضيه ديال الفلوس نتوما اللي عطيتوها الفلوس بالخاطر ديالكم ما كاينش شي قانون كيقول بان الا صيفطتي للخليله ديالك 20000 ريال ولا 30000 ريال القانون غياخذ لك حقك حيت كنتي انت تحت مخدر ولا كنتي مسحور وصيفطتي لهذوك الفلوس القانون لا يحمي المغفلين القانون كيطبق على شي حاجه فيها مثلا التزوير كيف يعقل ان واحد السيد كيقول على راسو انه فلاح كيبيع الحواله وهذوك الناس اللي كان كيعرف في الاول كانوا كيعرفوا انه كيبيع الحواله كيبيع لهم الحواله حتى تحول من هذا النهار لغدا ولا سمسار وسيط قيد كيدي الناس الاسياد كيديهم لي زوتيل كيكري لهم الديور هو فلاح ومن فوق هذا الشيء هذا كله كيدي بلاصه عند الناس 200 كيلومتر 300 مشي حتى لسلا ونطلعهم في الطوموبيل ونديهم للسيد سيدي عبد السلام بن مشيش هو اللي خرج فيك سيدي عبد السلام بن مشيش مشيتي برجلك حتى سيدي عبد السلام بن مشيش ناوي الغدر على المراه ديالك ونيت هو اللي خرج فيك ووصلك لهذه الحاله هذه خصكم تلاحظوا هذه القضيه هذه قال لك ديتهم سيدي عبد السلام بن مشيش حيت القضيه اللي ما لاحظوهاش العديد ديال الناس بخصوص القضيه ديال السي سلام اللي كيسكن في طنجه وهبط الحي شماعو لسلا عند ديك السيده اللي كانت كتعرفو قال لك فاش هبطت عندها للدار دخل للدار عيطات للاخرى وداتني عندها ومشينا عند الاخرى الاخرى هي اللي رومته وجبداته هي اللي طيحته في الشبكه المراه الاولى هي اللي طيحته في الشبكه هي اللي قالت للاخرى راه عنده الفلوس راه بخير راه مخلق راجل هو هذاك ما تلقيش بحاله والاخرى قالت له شوفي كيفاش ديري باش تجري عليا باش تجي والاخرى الاولى هي اللي جابت
السي عبد السلام السلاوي هي اللي عيطات هي اللي داتو. علاش الله سبحانه وتعالى حرم الاختلاط؟ حيت فيه أضرار اجتماعية يخلف أضرار اجتماعية، ومنها الطلاق، تشرد الأسر، جرائم القتل. السي إدريس ديك السيدة هذيك وكان ما شديتيش معاها الهضرة في الواتساب وبقات عليك بالكلام المعسول اللي هو كله كذوب، لأن ما يمكنش واحد السيدة واحد السيد فايتها مثلا 30 سنة ولا 40 سنة قد باها ولا قد جدها تكون كتعشقه وكتبغيه والشباب عطا الله في الزنقة، هادشي هذا راه ما كيدخلش للدماغ وبقات عليك بالكلام المعسول. تنحبك راني تنحبك راه انت يا الحياة ديالي، راك واخا شايب كنعشق انا الشيب كنعشق الناس اللي بعقلهم وكذا، داكشي غير كذوب. انا باغي راجل بعقله شار بعقله، انا باغي الراجل بالفلوس ديالو اللي يصرف عليا وعنده الطوموبيل وندي منه فليسات، ما عندي ما ندير بواحد انا باقي جون مزلوط يجلس ليا في القنت وتكيف ليا الحشيش ويخلي دار بويا في الدار. بقات عليك بالكلام المعسول سي نورمال، وفي التالي جابتك في الشبكه. الحمد لله وشكروا اللي مازالين بصحتكم ومازالين على قيد الحياة، وما كان دسات لكم شي سم حقيقي في الكاس، وكان راكم في القبور، وكان راه الولاد ديالكم والعيالات ديالكم كيقراو عليكم الفاتحة. الحمد لله وشكروا لأن الفلوس كتمشي وتجي، وكمدوها في العديمات ديالكم وسووا الماضي وبداو صفحة جديدة مع الولاد ديالكم والعيالات ديالكم، لأن هذا درس في الحياة عطاه لكم الله سبحانه وتعالى باش تعلموا منه. كونوا حاضرين، كونوا حاضرين في المستقبل باش ما تطيحوش عاود في الشبكه مره اخرى. خير الكلام ما قل ودل، اظن ان قلت ما فيه الكفايه. الله يهدي ما خلق الله يهدي الجميع. كنتمنى ليله سعيده للجميع. الى الحلقه القادمه ان شاء الله الرحمن الرحيم يا رب.